اليوم ويا جولة جديدة من جولاتنا بمعرض بغداد الدولي للكتاب، رسائل إيجابية بكل حدث يصير بالعراق. واليوم بمعرض الكتاب بنشوف كثير من وجهات النظر، الانطباعات الجميلة من الأجانب. واحدة منها هو انطباع الإعلامي عمار تقي القادم من الكويت، وهو يؤكد أنه أحس بالأمان أكثر شيء. كنت أقارن بين لندن وبغداد. أنا قبل شهر تقريبا كنت في لندن، وقبل ما أسافر لندن التوصيات والتحذيرات: وانت مسافر لندن دير بالك على جهازك، دير بالك على موبايلك، راح يسرقون موبايلك، الأمان، دير بالك. وفعلا صارت نوع من الفوبيا، وأنا أتمشى في شوارع لندن بدون أي مبالغة، كنت أتجنب أني أمشي في الشارع أو على الرصيف الملاصق للشارع حتى لا يسرق الهاتف، لأن سرقت قبل تقريبا 6 شهور أيضا في لندن. يعني سرقت، أنا شعرت بالأمان أكثر في بغداد من لندن. اهتمام من الجانب الحكومي ومن الأوساط الثقافية، من الأوساط الأدبية بهذا المعرض. وشهدنا قبل يومين زيارة رئيس الجمهورية، إجا بنفسه إلى المعرض وزار مجموعة من دور النشر والتقى بكثير من الأدباء والمثقفين. دليل على الاهتمام الحكومي ومن الشخصيات الرسمية اليوم تواجد السيد المحافظ. أولا انطباعك عن المعرض وعن الاكتظاظ والازدحام الموجود، هذا شي دل المعرض بالعراق دائما هذا حاله، لأن العراقيين يحبون القراءة، يحبون الكتاب، يستأنسون بالكتاب. المعارض يعني السابقة أنا كلها حضرتها، وحتى معارض خارج العراق في دول عربية أنا أحضرها دائما إذا سنحت لي الفرصة، لأنه الكتاب لازمني منذ مراحل مبكرة. يعني ميزة هذا المعرض هالمرة التنظيم الجيد، دور النشر والمكتبات المشاركة به، المعروض من الكتب به. الآن هذا الزحام اللي يشوفه أيضا مو غريب على البغداديين ولا على العراقيين. احنا كمحافظة عندنا جناح هنا في المعرض، نعرض به ما موجود في المكتبات العامة اللي في بغداد، 23 مكتبة عامة، من مقتنيات من الكتب قد يتجاوز عمرها أكثر من قرن ونص. أيضا احنا عندنا مبادرة أقرأ، احنا نشجع على إقامة هذه المعارض وتكرارها في مواسم السنة، لأنه تشع الثقافة وتخلق الوعي وتوفر زاد فكري للعراقيين هم بأمس الحاجة إليه. على هامش المعرض هناك ندوات تقام، وفي المعارض السابقة أيضا هذا النشاط نظم، أنا مواكب لهذا، ويستضاف فيها مختلف المتحدثين من مسؤولين، من كتاب، من أدباء، من شعراء، من زائرين للعراق مشاركين في المعرض، وهذا أيضا يوفر فتزاد ثقافي موسوعي للمثقف العراقي ولرواد المعرض. وما شاء الله أنا شفت القاعة مكتظة والناس تشارك في هذا النقاش وهذا الحوار، وهذا دليل على فاعلية الفرد العراقي وسعيه للتزود بالثقافة والفكر، وسعيه أيضا نحو تحقيق الذات. إذا رحنا بعيدا عن كونك السيد المحافظ، أنت كقارئ، أنا شفتك مع الكاتب دكتور علي المؤمن، نوع الكتب اللي تستهويك؟ أنا منذ زمن بعيد يعني يستهويني مختلف الكتب في مجال السياسة، في مجال الاقتصاد، في مجال الاجتماع، في مجال الإدارة، المذكرات. الكتاب
يجذبني يعني أطلع عليه قراءة سريعة من خلال الفهرست، فإذا توافق مع احتياجاتي ومع ما أريد أقتنيه. أستاذ حسين عبد الله، الباحث أم الخطاط؟ خطاط إن شاء الله. إيش قد تحس الخط اليوم قلت قيمته أو قلوا محبي أو رواد الخط اللي يفضلون الخط والخط العربي اللي كان بفترة من الفترات هو ركن أساسي من أركان الثقافة، ربما ليس فقط الإسلامية بل العربية، وحتى الغرب لهم اهتمامات بالخط العربي وأنواعه. مع وجود التكنولوجيا إيش قد أثر هذا على موضوع الخط؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وعلى نشاطكم في معرض بغداد الدولي. بالنسبة للخط العربي قد يكون أثر عليه بعض الشيء الأجهزة الحديثة الكمبيوتر، بس الخط العربي أينما ظهر بهر، وهو تاريخ و أصالة وهوية للإنسان العربي. الخط العربي يعني فن الفنون يسموه، وإحنا إن شاء الله العراقيين أو المدرسة البغدادية سعت مؤسستنا مؤسسة ابن البواب للفنون الإسلامية لإعادة المدرسة البغدادية ولنشر ثقافة الخط العربي بعد أن يعني أصابها بعض الركود، وإن شاء الله إحنا ماضين بالمعارض وتعليم الخط العربي مجاناً وإقامة الورشات والندوات، وإن شاء الله ماضين في إعادة هذا الفن إلى مكانته الحقيقية والصحيحة. الخط العربي سابقا كان ربما لا يزال بشكل جزئي ومهنة تدر مال انتهنا كثير من الناس. نعرف إحنا اللوحات كانت المحال، كل ربما النقش أيضا بالخط العربي، الزغرفة، كل هذه نعم كل هذه كانت موجودة بقوة. اليوم نشوف الطباعة صارت موجودة، المطابع وإلى آخره، وتم الاستغناء. إيش قد هذا أثر على المهنة كمهنة؟ لا أقصد فن يعني. نعم، كل المتابعين وكل يشوفون هاي الشغلات اللي يعني الصناعية اللي تصير بالكمبيوتر وبهاي الأجهزة الحديثة، كلهم يوصفوها بأنه ما بيها روح. الخطاط يعني يخلي روحه بيها من يكتب غير الكمبيوتر، يصير بيها فد معنى وفد روحانية. يعني أقصد لا زال أكو طلب عليها؟ طبعا طبعا، هاي اللوحات الخطاطين المعروفين تباع بالدولارات، يعني مئات الدولارات. يعني لوحة لعباس بغدادي قد توصل إلى 10 أوراق، 20 ورقة، 30 ورقة. وأكو خطاطين وأعمالهم يعني ممتازة ورصينة وغالية. أنا سمعت من حضرتك قبل يعني خلف الكاميرا، إيه؟ قلت أكو دورات للخط تقيمون. نعم. أو تقومون عليها. نعم. أكو طلب عليها الدورات، مشتركين، إحنا مهتمين. نقيم الدورات منذ 3 سنوات. نعم. دورات مجانية بدار الكتب كل 2 و4، دورات مجانية، بس بأيام الدراسة شوية يخف الإقبال عليها. نعم. أيام العطل، أيام الكذا، وبعدين إحنا نقيمها مثلاً بالنهار، لو تكون مثلاً بالعصر العصرية مثلاً يكون الإقبال أكثر، ويجونا طلاب، وما شاء الله وعندنا الأستاذ علي المالكي، يعني أستاذ متمكن من درسه وعنده تلاميذ كثر. طيب أسألك على المعارض الدورية اللي تقام بموضوع الخط. نعم. شلون دا تصير وكلش قد تعقدوها، وهل هي كافية لإشباع القيمة المطلوبة لوجود الخط ومحبي الخط ببغداد مثلا وبالعراق بشكل عام؟ والله بالنسبة لي أقدر أحكي لك على مؤسستنا. مؤسستنا تقريبا سنويا نقيم ما بين 5 معارض إلى 6. احنا اليوم قلنا معرض بمناسبة مولد الرسول الكريم في دار الكتب، وحضر
أكثر من 60 لوحة وأكثر من 50 خطاط جابوا أعمالهم وسوينا معرض الغاية أنه ننشر ثقافة الخط ونحيي هذا الفن الأصيل. ذكرت أيضا أنه أكو مشروع لكتابة القرآن بمشاركة 75 خطاط، أردت تحكي لنا عن هذا المشروع. احنا بداية جمعنا 30 خطاط، الدول العربية قطر الإمارات ردوا يجمعون خطاطين ما استطاعوا بالرغم من صرفوا أنها مبالغ كثيرة، بس احنا في جلسة واحدة قعدنا جتنا الفكرة جمعنا 30 خطاط كتب كل واحد جزء. هاي نسخة أولى، هاي النسخة يعني وصلت إلى رئاسة الجمهورية والرجل يعني كرمنا 30 خطاط. السنة الماضية كتبنا نسخة أخرى أيضا 30 خطاط غير اللي استبقى، فصار عندنا 60 خطاط تعلموا أن يكتبون القرآن، وصار عندنا كم كثير من كتبة النسخ. إضافة إلى حاليا إحنا مستمرين بكتابة المصحف الشريف للدولة العراقية 15 خطاط من أفضل خطاطي العالم، مو أقول لك العراق، فيكتبون هاي النسخة وإن شاء الله تنجز عن قريب وتقدم لرئاسة الجمهورية لتسميتها باسم مصحف العراق. طيب الدورات اللي تشتغلون عليها لإنتاج جيل من الخطاطين على أي خطوط يعني الناس تفضل أي خط لأن تتعلمه؟ إحنا أنا أعرف أكو خطوط كثيرة باللغة العربية، فضل. أول شيء نتعلم يعني من الأفضل أن يتعلم خط الرحى من يتمكن منه يتعلم خط النسخ، وبعدين بقية الخطوط. الأساتذة اللي عندنا بدأوا بخط الرقعة وهسه حالياً يدرسون خط النسخ والثلث والأمور الأخرى، والطلبة يتقبلون بشغف يعني. أنا أشكرك على وجودك وياي. الله يحفظك. وأنهي معاك بشلون تشوف نسخة معرض الكتاب هذا العام بوجود ضيوف وكتاب وباحثين بوجود دور كثيرة من دور النشر العربية والمحلية. في هالسنة ما شاء الله يعني الدور كثيرة، دور النشر والطباعة يعني ترسل المعرض كذلك إلى يعني الجمهور يعني ده يتقبل وأكثر أيضا من السنوات السابقة ما شاء الله يعني في يعني أوج عظمته إن شاء الله. أنا أشكرك جدا الأستاذ حسين عبد الله الباحث والخطاط، شكرا لك. نلتقي الآن بالدكتور علي المؤمن، احنا حضرنا حفل توقيع كتابك، نتمنى أنه تعطينا فكرة عن الكتاب وعن شلون شفت حركة الناس وأقبالها سواء للمعرض أو لكتب حضرتك. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة الإقبال على المعرض إقبال كبير ورائع جدا ومفاجئ حقيقة، أن يكون هذا الجيل يعني حتى الأطفال والمراهقين والنساء والرجال مقبلون بشكل ممتاز جدا وجيد على القراءة، على الشراء، شراء الكتب، على تصفح الكتب، على الجدل فيما بينهم حول موضوعات الكتب، تصفح الفهارس، قراءة العناوين. هذا كل شيء مفرح جدا ويدل على أن الشعب العراقي شعب قارئ من الطراز الأول وشعب تواق إلى الثقافة وإلى التثقيف، وأن الكتاب لا يزال في العراق له رواده وله ناسه وله قراءة، وبالتالي الإقبال الكثيف جدا على المعرض في مثل هذا اليوم وهو يوم الأربعاء وليس يوم عطلة يدل على أن مستقبل الكتاب ومستقبل الثقافة في العراق يبشران بخير. ورأيت أيضا أن العراقي لا يزال لسيق بالثقافة ولسيق بالكتاب، وهذا شيء حقيقة مفرح جدا. نفس الأمر انعكس على الإقبال على شراء مؤلفاتي خلال حفل توقيع كتبي الأخيرة، كان الإقبال كبيرا أيضا، عدد كبير من المثقفين والأكاديميين وعلماء الدين والباحثين
كان الإقبال والشراء أيضا كبير على هذه المؤلفات المتواضعة، وهو حقيقة شيء يثلج الصدر ويعطي للكاتب وللباحث العراقي دافعا لمزيد من الاستمرار والنجاح والكتابة والبحث والطباعة والنشر والتوزيع، وهذا كله طبعا بفضل هذا الحراك الثقافي الممتاز الذي يعبر عن تفاعل حقيقي بين المواطن وبين المؤسسات الثقافية وبين المؤسسات الحكومية. أنا أعتقد أي كتاب يقتني الشاب ويقتني المراهق فهو شيء جيد، فهو دليل على أن الكتاب لا يزال له قيمة عند الشاب وعند المراهق. يبدو أن الاتجاه العام للشباب هو قراءة الكتب السهل الممتنعة التي كما يقال تبسط المفاهيم وتبسط الأفكار بحيث تكون منسجمة مع الفئة العمرية للشاب ومع المستوى الثقافي والتعليمي للشاب. الأستاذ ستار الجودة الكاتب والصحفي، قلت لي أنت مهتم ومختص بالمتاحف. نعم، وأنا بالبداية طبعا شكرا لقناتكم، شكرا لهذا المحفل وعلى كل القائمين على كل محفل يهدف إلى إنجاح العراق. اليوم احنا بالمحفل الأدبي للكتاب الدورة 25، أنا اختصاص متاحف وفي طور تأليف كتاب عن المتاحف الخاصة الموجودة بالعراق وإجراء مقارنة. طبعا بالمناسبة اختصاص المتاحف ما موجود أصلا بالعراق، لأنه حتى هي وزارة التعليم العالي ما عندنا اختصاص بالمتاحف، يعني عندنا متاحف وإحنا أقدم ناس وأقدم حضارة موجودة في العالم، لكنه لحد الآن ما عندنا اختصاص متاحف. وأستغل هذا اللقاء حتى أوجه رسالة إلى التعليم العالي باستحداث قسم خاص للمتاحف حتى نستطيع أنه نصل إلى مصاف المتاحف الموجودة بالعالم. أكو مقولة الواحد بالكتاب الفرنسيين اسمه جورج كونتونيو، هذا جورج كونتونيو معروف على مستوى، يقول لا يمكن إقامة أي متحف بالعالم إلا فيه بصمة رافدينية. وهذه المعارض ترفع نوع من الجهل، فنحن كمؤسسات وكرجال دين ندعم الكتاب حقيقة وندعو لاستثمار الوقت بالقراءة، لأن القراءة تخرجك من باب الجهل إلى باب العلم. شكرا جزيلا لكم حقيقة. أول مرة خلونا نبارك لبغداد احتضانها هذا المهرجان الذي أنا أعتبره كان يعني هو احتفالية أو فعالية الكتاب. كتاب بنسخته 25 هو إنجاز عظيم لبغداد، بغداد الحضارة، بغداد الثقافة، وليس بغريب على البغداديين هذه المشاريع الثقافية، وإنما هي مكملة لإنجازاتهم، لأننا اليوم الحقيقة بحاجة للتواصل والوصول نحو القراءة والكتابة، نتيجة أنه حقيقة الأغلب من الشباب لديهم العزوف عن الكتاب والتخوف من القراءة. دار العصر التي حملت على عاتقها مجال محور المقاومة بصورة عامة، من حياة شهداء، حياة المفكرين، حياة قادة النصر، حقيقة دار العصر تمنت هذا المشروع بالخصوص يعني صراحة، وأصبحت اليوم هي من الرواد بهذا الموضوع. الإقبال على الدار الحقيقة جيد جدا، التفاعل مع هذا الموضوع، نشاهد الكثير من الأخوة والأخوات على أنه مقبلين على هكذا أعمال، فهذا العمل يسرنا الحقيقة. الآن وسط هذا الاكتظاظ اللي موجود والإقبال العالي على معرض بغداد للكتاب بنسخته 25، راح ننهي هذه الجولة على أمل لقاء بجولة أخرى.